هل بقى اصلا بعد ما تم استئناف اللعب هل كان يعني، انا فاهم طبعا في لوائح الفار خلاص لو بقى في لعبه جديده خلاص انت مش هتنفع ترجع للعبه قديمه، بس هل هنا بما انه خطا بشري بدون قصد ينفع يتوقف اللعب ويتم الاحتساب الكره هدف؟ هل بسبب ما حدث ده ممكن ليفربول يطلب اعاده المباراه؟ هو كده كده الاتحاد الانجليزي او رابطه الحكام الانجليزيه اوقفت طاقم تحكيم الفيديو اسبوعين، الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعده في الدوري الانجليزي، بس هل ليفربول هنا ليه حق يقدر يعمل حاجه، يقدر ياخد اكشن؟ هو كده يورجن كلوب لما رابطه الحكام الانجليزيه طلعت بيان بتعتذر فيه قال انا هعمل ايه بالاعتذار ده، انا ما استفدتش حاجه. نفهم اكتر ونعرف ايه اللي ممكن يحصل مع الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم. يا كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم مساء الخير حضرتك وعلى كل مشاهدينك، وحاجه ممتعه انا مستمتع معاك. صح؟ لا مستمتع الشفافيه والوضوح، والاتحاد الانجليزي ولجنه الحكام في الاتحاد الانجليزي على فكره بتعمل عظمه. ايوه انا قلت كده امبارح والله. قلت بتعمل عظمه، انا على فكره احنا مستمتعين، اللي بيحصل ده عباره عن شيء من الشفافيه والوضوح. صح صح، وده يخلي فيه ارتياحيه بين كل الانديه. مظبوط، حتى لو في خطا وخطا كبير والعالم كله بيتكلم عليه، فبتتكلم اللي حصل ايه، التفاصيل دي كلها لما حصلت وضحها للراي العام والعالم كله سمعها والعالم كله شافها، وبعدين احترام للبروتوكول من حكام الفار مع انه اخطا وعرف انه اخطا، ولكن احترام البروتوكول، ما فيش روح بروتوكول بقى، احترام بروتوكول، وانا اخطات وعرفت ان انا اخطات ولكن في بروتوكول يحترم. وبالتالي احنا بنتكلم دلوقتي يعني الكوره بقت في ملعب الايفاب. هل انت لما بتبقى في حاله زي كده، على فكره الحاله زي دي العالم كله اتكلم عليها، فانت لو في الحاله زي دي هل انت هتعدل بروتوكول الفار زي ما بتعدل القانون، ان الراجل لو اخطا واكتشف خطاه في خلال فتره وجيزه ممكن يرجع ويصلح الخطا؟ وعلى فكره ده هيبقى عداله اكبر في التحكيم طبعا، لكن هو دلوقتي بنتكلم من احترام بروتوكول الفار. تو ما استأنفت بعد القرار خلاص، حتى لو حصل سوء تفاهم زي ما حصل كده في الحوار بتاعنا، ما يقدرش يخالف البروتوكول ويغير القرار ويرجع للقرار الصحيح. طب خلاص، ده كان سؤالي الاول ليك. اتفضل. ده كان سؤالي الاول ليك، انه ما ينفعش خلاص بعد ما المباراه تم استئنافها انه يرجع ويحتسب الكره هدف، ده احتراما لبروتوكول الفار. اللي برضه الكلام ده هيروح رايح اوتوماتيك اوتوماتيك، هتلاقي في اللايفات بيفكر زي ما بيعدل في القانون هيعدل في البروتوكول. اللي حصل ده ممكن نجري يروح ان هم يعدلوا في البروتوكول، ده البروتوكول مش قران. ممكن ده يعدل فيه ده لو خطأ. لقينا خطا بالمنظر ده، ده خطا بشري واضح جدا مش خطا بالزبط. تقني يعني لو لقينا خطا بالمنظر ده العداله ان انا ارجع للصح. حلو، انا هنا بقى انا هنا ليفربول، وده اللي قاله يورجن كلوب، انا بقى خدت ايه، انا استفدت ايه زي ما بيقولوا، يعني انا هنا هاخد حق ازاي كريم؟ احنا برضو الاعتراف طول الوقت ان التحكيم يعني وارد في الخطا، وارد يحصل ده، وده طبعا موجود في كره القدم حتى مع وجود الفي ار، يعني مع وجود الفي ار ده وارد جدا، لكن ده لا يعيد مباراه، مش هيعيد ماتش برضو، مش هيعيد المباراه يعني، مستحيل. لا لا مش هتروح لاعاده المباراه، احنا برضو اللي بنتكلم ان ده مش هيعيد مباراه، احنا بنتكلم على حدث عمل رجه في الاتحاد الانجليزي، في التحكيم الانجليزي، في التحكيم على مستوى العالم، فلقطه بكل احداثها وكل تفاصيلها الناس كلها مهتمه بيها. اللي حصل ده درس كلنا نتعلم منه. صح. فلازم نستفيد منه باستفاده ايجابيه، يعني انت عارف لجنه الحكام الاتحاد الانجليزي يعني جابت حكامها، وانا عرفت ان الكلام ده حصل غير بقى المعلن، ان تتكلم ازاي التواصل يبقى واضح. طب كابتن جهاد، انا جات لي بس فكره دلوقتي وامشي معايا واحده واحده فيها، عشان هي قد تبدو فكره مش ذكيه، بس هحاول بس امشي معاك فيها واحده واحده. دلوقتي جات لي دلوقتي، ما حدش حتى اكونها دلوقتي، الفار قالوا ان الهدف صحيح، صح كده؟ الفار اقر انه الهدف صحيح طبقا للخطوط، فالكوره لما دخلت جول، هل هنا ممكن ليفربول يرجع يقول لك طب خلاص احسبوها، يبقى الماتش خلص تعادل بدل 2-1 يبقى 2-2؟ بما انه هنا انا مش بتكلم على تأديل للكورة، يعني مثلا لو الحكم في الملعب الكورة عدت الخط وهو ما شافهاش وكمل الماتش والفار ما شافهاش خلاص، لكن هنا بحسب التسجيل الصوتي ده ان الفار يعترف ان الكورة هدف، الكورة مش تسلل، هل هنا ممكن مثلا ليفربول يجي يقول لك ما خلاص ما الكورة جول، طيب يعتبروها جول؟ يحسبها جول ازاي؟ ما اللي في الملعب ارض الملعب ما مش هيحسبها هدف. لا 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 خالص، ما ينفعش. زي بالظبط هي بالظبط يا كريم، هقول لك حاجة بس خالص، انت في الملعب الكره ممكن تتعدى بكامل هيئتها خط المرمى بين القائمين والعارضه، والحكم ما يحسبش الهدف، والكره يستمر اللعب، والكره دي الجون ده ما يتحسبش واثر في النتيجه.
وكرة قدام الدنيا كلها واضحه وضوح الشمس انها دخلت جون، بس الحكم ما حسبهاش. انا بس هنا، انا هنا لا اثير الجدل او بحاول اجود، بس انا بس اقول لك ايه الموقف اللي حضرتك بتقول عليه دوت، الحكم ما شافهاش والفار ما شافهاش، فخلاص حتى لو الكره احنا شفناها في الكاميرا انها جول خلاص هي مش هينفع تتحسب، تتحسب مش هتقدر انت. لكن هنا لكن في الموقف ده الفار بيقول للحكم الكره هدف، فحصل سوء تفاهم فما خدوش بالهم ان الكره هدف، بقت تسلل. طبعا انا بقول كلام انا عارف انه صعب يتحقق، انا ده خيالي اللي جابني دلوقتي، بس انا فاهم انه برضو ما هو لو ليفربول كان الجول ده اتحسب كان توتنهام هيطلع يعترض يقول لك طب ما كنت عملت تغييرات اجيب الثلاثه، يعني فيها تفاصيل كتيره، فانا عارف انه صعب يعني، بس انا هنا بتكلم على اعتراف حكام الفار ان الكره جول يعني. ما هو بص يا كريم، هو القصه برضو القصه شائكه زي ما بيقولوا يعني. فاحنا دلوقتي الحكم الفي ار وصل القرار صح، لكن التواصل اللي حصل او الفهم اللي حصل بين الحكم وحكم الفي ار هو اللي وصلنا للخطا ده. وبعد كده هم ما كانوش مركزين في الملعب، هو الراجل اللي في الملعب احتسبه هدف ولا الحكم المساعد احتسب تسلل؟ بالظبط هو ده اللي حصل. اللي حصل يعني ايه؟ ثلاث ثواني فقد التركيز حكم الفار وحكم المساعد الفار، فالتواصل هو اللي وصلنا للخطا اللي احنا وصلنا له ده. فبتتكلم على درس، ودرس كبير للكل على فكره، مش التحكيم الانجليزي بس. فالموضوع بيان. مش هتقدر تتكلم في حاجه، لكن انا بقول لك من دلوقتي اهو بتوقع الموسم الجديد هتلاقي فيه تغيير في الفار، في البروتوكول الفار في النقطه دي، لان ده اللي خلاهم ما يرجعوش لتطبيق العداله في اللقطه دي هو احترام لبروتوكول الفار. بيان لجنه اكيد هتيجي بيان لجنه الحكام الانجليزيه بيقول ان احنا هنطور كمان طرق التواصل ما بين حكم المباراه وحكام الفار. يعني ايه نطور طريقه التواصل؟ يعني احنا لما الناس بتيجي تاخد رخصه الفار بيقول لك التواصل بين الحكم الفار والحكم الساحه بيبقى فيه وضوح. يعني ما تقولش كلمه تحتمل رايين، يعني مثلا القرار صحيح، يعني ما تقولش القرار صحيح، قول هدف او اوفسايد. يعني لو كره هدف قول هدف اوفسايد مفهوم. ما بقولش ما بينفيش، لا القرار واضح، القرار بالنسبه لي لازم الكونتاكت بيحصل واضح، واتاكد ان كلام اللي وصل للحكم فهمه على المحمل الواضح صحيح، وده يعني لازم يحصل صحيح صحيح. من حتى حكامنا بيتكلموا عربي مع بعض اللي في اي دوله بيتكلم بلغتها اللغه بتاعتها عشان التواصل يحصل صح. صحيح. فلما بيحصل التواصل صح لازم توصل المعنى بصوره صحيحه للحكم وبوضوح. صحيح. وبالتالي هم بيتمرنوا عشان ياخدوا رخصه الفي ار بيحصل ده. صحيح. وده مهم جدا تتكلم بالراحه وتوضح الكلمات عشان الحكم اللي في الملعب يوصل له المعلومه الصحيحه اللي انت وصلتها له. طيب. عشان ما نوصلش للنقطه اللي احنا فيها دي.